السلام عليكم. وقف والي ولاية بجاية على التوسيعات الجديدة في المحطة البحرية انت على مستوى ميناء بجاية، حيث انه فيه اضافة لمسالك بالنسبة للمسافرين واعادة التهيئة او تنظيم تاع المحطة هذه. اذا نخليكم تابعوا الفيديو حول زيارة والي ولاية بجاية الى المحطة البحرية اللي ما عندهاش على كل حال بزاف تم يعني الافتتاح نتاعها. خليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم.